على وقع التصريحات الصادرة عن الكرملين بوقوف واشنطن خلف الهجوم الذي استهدف مقر الرئاسة الروسية عبر طائرات مسيرة بهدف اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفضت الولايات المتحدة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات صحفية نفى أن يكون لبلاده أي علاقة بهذه القضية، متهما المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالكذب حسب وصفه. وفي وقت سابق اتهمت روسيا الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن هجوم على الكرملين عبر استهدافها بطائرتين مسيرتين، رغم نفي كييف أي ضلوع لقواتها الأمنية بهذا الحادث، متهمة موسكو بأنها تعمدت إبرازه إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل للنزاع. وفي ذات السياق رأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن قضية الطائرات المسيرة الأوكرانية التي حاولت استهداف الكرملين في العاصمة الروسية أمر غريب على أقل تقدير، معتبرة مجرد وصول هذه المسيرات إلى الكرملين يصعب فهمها في الظروف العادية على حد تعبيرها. واستنكرت كولونا التصريحات الصادرة عن المسؤولين الروس بتصفية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن موسكو تسعى مرة أخرى إلى أسلوب الترهيب والتخويف لخلق الذرائع باتجاه تصعيد الموقف في أوكرانيا على حد وصفها. إلا أن وزيرة الخارجية الفرنسية أكدت على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، مشددة من جهة أخرى على ضرورة مواصلة بلادها دعم أوكرانيا لاستعادة التوازن القائم على أمل عودة موسكو لطاولة المفاوضات وحل الأزمة سلمياً.